قلت الجعير وقف يقول سرت خط احمر وهي بعيده تقريبا 1000 كيلومتر على الحدود في مصر، ومطنش الخطر اللي بيقرب من لمؤاخذه الباب الخلفي بتاعنا. الكلام ده 14 ديسمبر 23. اتفضل يا بيه. غزه اهي، غزه يا حضرات اهي، مفيش خالص. شايف بقى الاخ بيقول لك سيره الجفره، ادي مرسى مطروح السلوم، شوف سيرت فين والجفره، اتفرج. اكتر من 1000 كيلو، بينما غزه على حدود مصر. ده مفيش، ده هي حدود غزه دي مصريه اصلا. يعني تخيل غزه وفين مصر، وشوف الاخ السلوم فين وسيرت فين، ومع ذلك ما سمعناهوش بيقول خط احمر. وعلى فكرة اللي في ليبيا مش أعدائنا، اللي في ليبيا إخواتنا الليبيين. اللي في ليبيا ما عندهمش 200 قنبلة نووية. اللي في ليبيا عمرهم ما فكروا يضروا مصر. والخط الأحمر يبدو أنه له درجات، درجات احمرار عند السيسي. يعني في خط أحمر شوية رفع ده، غير الخط الأحمر اللي في سرت بتاع ليبيا اللي بتبعد 1000 كيلومتر تقريبا حدودنا. ادي الفرق ما بين سرت وما بين محور فيلادلفيا. شوف بقى الخط الاحمر صفر في الحدود الشرقيه، 1000 كيلو عند سرت. وقف الجعر يعمل ذكر ويقول لك سرت خط احمر، ده 1000 كيلو متر، ده الجيوش تغرق فيها بجد والله، الجيوش تغرق فيها. فالمنطقه دي عند حدود ليبيا كده وعند حدود اسمه ايه ده هو مصر، يعني غرق اقوى واعتى جيش الماني في الحرب العالميه الثانيه، روميل. اه والله روميل ادعك في العالمين، منطقه صعبه جدا، ويقول لك سيرت خط احمر. طب وانت عندك جيش يوصل لحد 1000 كيلو في عمق ليبيا، انت بتهزر ولا بتهجص علينا؟ طب بلاش يا عم، اهو جالك الاختبار صفر، الحد الشرقي صفر، مفيش بقى. فين بقى الخط الاحمر؟ على مدار السنين وشهور واحنا الحقيقه بنبين وبنحذر من اللي جاي، وخلال 7 شهور من الحرب وطوال الفتره دي السيسي والاديشو وازرعته الاعلاميه صدعونا يا ربي، جابوا لنا صداع نصفي والله العظيم، مفيش بقى. فين بقى الخط الاحمر؟ على مدار السنين وشهور واحنا الحقيقه بنبين وبنحذر من اللي جاي، وخلال 7 شهور من الحرب وطوال الفتره دي السيسي والاديشو وازرعته الاعلاميه صدعونا يا ربي، جابوا لنا صداع نصفي والله العظيم، بالجعجعة الفارغة عن الخطوط الأحمر والبروباجندا واللجان والهاشتاجات عن الجيش اللي قادر والسيسي اللي جامد. احنا لمناها لكم كده في الميكس ده. ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. احنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة الى مصر، ده خط احمر بالنسبة لنا. وطلعت اللجان قالت لو حد جه ناحيه محور فيلادلفيا تحديدا، شوف يا اخي سبحان الله، هنعلن الحرب. منهم الوادي المتروس ده اللي عامل كده، ده ايه الثقه دي يا علا؟ ايه علا؟ ايه علا الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ معلش بقى، معلش سبيشال ريكويست لو سمحت، حط لي بقى الجملتين دول مع الاليات الاسرائيليه اللي رفع علم اسرائيل ومعديه النهارده على محور فيلادلفيا. بالله عليك يلا، لو عندك دم، لو عندك دم البس 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 نقاب، البس نقاب. النقاب على فكره للرجاله حلال، للرجاله اللي بتقول حاجات وترجع فيها. ما تحطش احمر لكن البس نقاب. هات لي بقى الاثنين جنب بعض كده. يعني الحقيقه عشان تعرف بس ان دول، انا رايي ان هم دول مخدوعين، دول الحقيقة أكلت كلأ. عارف الكلأ؟ كلأ ده عشب ينبت في الصحراء كده ملوش صاحب. الناس بتقول عليه خطأ شيطاني، مفيش حاجة اسمها شيطاني، إنما تقدر تقول رباني، يعني تقدر تقول كده كلأ.
بص بقى اتفرج. قال لك لو الاليات وايه الثقه دي، الاليات بتاعتكم قربت من محور فيلادلفيا هنعلن الحرب. ده احنا لو طالعين على القهوه كنا هنبقى رجاله عن كده. هنعلن الحرب. طب بلاها حرب، بلاها يا عم حرب، هوش، اعمل اي حاجه، ابعت كده اليات ومدرعات كده والحاجات دي وموسيقى تصويريه. اقول لك بلاش عشان البنزين غالي، ما تطلعش اليات عسكريه هناك عند الحدود. انت تعمل حاجه تانية. ايه ما رايك يا سيسي كنت تعمل كده، السيسي يجتمع بمجلس الدفاع والامن القومي مثلا يعني السيسي يجتمع بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه، اوبا فالعالم يقف والكره الارضيه ركابها تخبط في بعض. اعمل اي حاجه، او زي ما قال عبد الحليم بالاستاذه ناديه لطفي في ابهى صورها، قول لي حاجه، اي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي اي حاجه. مش بس الواد اللجنه ده الاخ ده رشوان المكلمه رئيس هيئه الاستعلامات من كام يوم كان طالع يقول الكلام ده. اسمع، مصر لا تدخر جهدا في سبيل التوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزه، ورفح خط احمر بالنسبه لمصر وخطر شديد على معاهد السلام. بيقولوا الحقيقه انه في ناس عندها درجه من عمل الالوان ما تشوفش الاحمر، هو ايه بقى الاحمر اللي بتقصدوه؟ لكن الكلام ده كله اكتشفنا انه لا مؤاخذه بكش، ومش النهارده بس، لكنه من فتره طويله جدا، من ساعه حدودنا ما اتضربت اكتر من مره وراح فيها دم اولادنا، هدر على بوابات معبر رفح خلال الشهور اللي فاتوا، لغايه لما صحينا النهارده الصبح ولقينا دبابات الاحتلال الاسرائيلي على حدودنا بالظبط جوه رفح الفلسطينيه، احتلتها ودخلت لغايه معبر رفح ودهست العلم الفلسطيني وحطت العلم الاسرائيلي. وسيطر او اعلن الاحتلال انه سيطر على معبر رفح بشكل كامل زي ما بيقول الخبر اهو، عربي 21، جيش الاحتلال يعلن السيطره على معبر رفح بشكل كامل. لكن لم يكتفوا بكده، الدبابات الاسرائيليه حضرات بتتمشى وتتمخطر براحتها على محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، اللي هو ممنوع انك انت تهوب ناحيته او هي كمان تهوب ناحيته وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد اللي وقعت في سنة 79. اسمع كده اهو، اتفضل يا بي، ادي على الحدود واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف واول عمرنا. طب فين بقى البطل الذكر اللي منيم اسرائيل من المغرب؟ اطلع اعمل حاجة. حاسس الناس ان اللغد اللي اتربى في العشر سنين دي وراه حاجة. فين ركوب العجلة والرياضة؟ وفين اللبس التيشيرتات اللي بتبين المجانس والحاجات دي؟ وفين الجيمات؟ فين استعراضك للقوة العسكرية الغاشمة لما وقفت تستعرضها وانت بتتكلم على ليبيا وقعدت بالنضارة خليفة معمر القذافي وقعدت تتفرج على الجنود وقعدوا بقى الاعلاميين يقول لك جيوش مصر؟ اعمل اي حاجه، اعلن انك انت هتجتمع مع المجلس العسكري المصري. اجتمع الرئيس السيسي بالمجلس العسكري. فبعض حتى الاراضيش المغيبين المغفلين الجزم يصدقوا انك ذكر. اعمل اي حاجه، اعمل صوت. يعني احنا عارفين انك انت مفيش حاجه وراك، انت عامل زي الغاب كده، عارف الغاب؟ نبات بيطلع على الترع، الغاب ده تشوفه ابيض كده بس جوه فاضي، انت فاضي، انت اجوف، احنا عارفين كده، انت جعر، انت شخصيه دونيه قوي، اوكي تمام ده احنا، لكن عندك ناس يا عيني لسه لحد دلوقتي فاهمين انك انت الذكر، واللي عارفه اللي مش عارفه تخلف تبص في وشك يمكن تخلف. اعمل لهم حاجه الناس دي، قول انك انت مش ضعيف، قول لا تهاون،
قول لك انت مش اقول لك على حاجه هدد باتفاقيه كامب ديفيد يا جدع. ده الدبابات بينها وبين البوابات المصريه مفيش اي حاجه, ده مفيش اي حاجه, ده مفيش شبرين. لا وكمان مصورين لك الفيديو بالطياره الدرون وبيقول لك لو راجل افتح بقك لو ذكر اتكلم. بص الطياره الدرون اتفضل يا بيه, البوابات المصريه اتفضل يا بيه, ادي البوابات المصريه. بص يا معلم, بص يا معلم, بص يا حبيبي, بص شايف بطيارات درون بقى والعب يا سمك. شايف يا معلم, شايف الحلويات والطعميات, ايه الحلاوه دي, ايه الحلاوه دي, وانت ولا انت هنا. على راي الست نجات, بص اسهر وانشغل انا وانت ولا انت هنا, ظلمني معاك ومش ناسياك شوف كم سنه. عامل لك ايه؟ طب اسم السيسي واعلام سامسونج ياما صدعونا بالاتفاقيات. وعلى فكره انا لما بلاقي حد يقعد يقول لك نحترم الاتفاقيات الدوليه, انا عايز اقول لك اسرائيل حتى الان لم تحترم ولا قرار دولي. من 15 مايو 1948 اسرائيل ما احترمتش قانون واحد دولي بما فيهم القرار رقم 242 بتاع مجلس الامن عوده اسرائيل الى حدود ما قبل 67. اتحدى حد يقول لي اسرائيل نفذت القرار ده. ايوه هو ده, هو ده, هو الفيديو ده, ورينا بقى. بص يا معلم, لما جت ليبيا, لما جت حرب ليبيا او المشكله بتاعت ليبيا, بص انت رحت فارد الجيش بقى, شايف الصواريخ, شايف يا ولا السيسي يتفقد. اعمل حركه تفتيش زي دي, اعمل زي ده, اعمل زي ده يا جدعان. الفرقه الرابعه دي فرقه من الجيش يا جماعه, دي فرقه مش الجيش كل, شايف الجيش بقى. بص بقى, وساعتها طلع الاعلام بقى يقول لك شاي دي فرقه من الجيش, دي فرقه. طبعا دي اغنيه عملها الاستاذ تقريبا محمد عبد الوهاب, وهي اغنيه جماعيه واتعملت في التسعينات تقريبا وكلنا كنا حافظينها, وغالبا كتبها الاستاذ حسين السيد على ما اذكر يعني. انما كانت اغنيه حماسيه ما يا حاجه جامده جدا. شوف شعب مصري واجمل ما فيه, أي أخ عربي يعوزه يلاقيه, أمجاده كتبها بحياته ومصر حياة. شوف شوف شوف, طب فين الدبابات دي؟ طلع أربع فرد من دول عند فلادلفيا, وقفهم عند المعبر. شوف الصواريخ يا بيه, شايف الصواريخ والدبابات والأعلام. ده احنا مش إسرائيل تتهز, ده إسرائيل ما تنامش الليل يعني. اعمل كده. الله يرحم نزار القباني اللي قال, لما قال إذا دخلنا حربا يوما وانهزمنا فلا غرابة لأننا ندخلها من منطق الطبلة والربابة, ندخلها من بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. ورحمة الله على الأستاذ أمل دنقل اللي قال لنا زمان قوي قوي بس احنا ما بنقراش. قال قلت لكم مرارا أن الطوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء فتهتف النساء في النوافذ انبهارا لا تصنع انتصارا, أن المدافع التي تصطف على الحدود في الصحاري لا تطلق النيران إلا حين تستدير للوراء, أن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء لا تقتل الأعداء لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا, تقتلنا وتقتل الصغار. قلت لكم مرارا بس انتوا ما بتسمعوش الكلام. دي جيوش عشان تعمل طوابير الجلاء وتعمل احتفالات زي ما قال الراجل كده, دي لا تصنع انتصار. صدعتونا بالاتفاقيه اللي ما نقدرش نخالفها, اتفاقيه كامب ديفيد, واني خلاص بقى بلاش العنتلات الفارغه طالما ما فيش حد هو بناحيه حدودنا. طب اهي الدبابات جات لك لحد حدودك, وده امتحان ذكوره لا مؤاخذه, امتحان. مش بيقولوا الراجل في علم الوراثه اكس واي والست تقريبا مش عارف ايه, خالص ده امتحان للاكس واي بقى مش كده. خش بقى ورينا بقى, قعدت تصدعنا انك ذكر وانك هتحافظ على ارض مصر وحدود مصر وامن مصر القومي واقسمت العظيم اكتر من مره, ورينا بقى.